كم تحضيرات تجايب ظروف منيحة الحمد لله. احنا درنا الماتش الاخر درنا فوز الحمد لله، الاسبوع كان فات مليح. رانا نحضر بصفة عادية للمباراة تاع المولودية واللي معنا في العاصمة باش نكملوا ان شاء الله تحضيرات هذا اليومين، باش ان شاء الله نهار اثنين ان شاء الله نكونوا حاضرين ان شاء الله. ماتش وفاق سطيف مودي الجزائر دائما يكونوا دي ماتش كبار، احنا نحبوا نلعبوا هذا لي ماتش وان شاء الله نكونوا في الموعد ان شاء الله، وان شاء الله نجيبوا 3 نقاط ان شاء الله باش نحيوا دائما في الرياضه ونوسعوا الفريق على الملاحقين. دائما نحاول نتحسن، دائما نحب نمد الافضل تاعي في الملعب، والحمد لله يعني توجور نخدم ان شاء الله باش نزيد نبروغريسي ان شاء الله ونطلع المستوى تاعي. والله احنا هذه الخدمه هذه عندنا صافي دوك بريسك عام ونص والله احنا نخدموا، تعبنا بزاف باش وصلنا لهذا المرتبه، نحاولوا نحافظوا عليها بكل طرق ان شاء الله، بالخدمه بالسيريه ان شاء الله، وحنا نكملوا ان شاء الله لكملوا الاخر الجوله احنا واجدين باذن الله. يعني سي فري دوك مع لافان تاع الشامبيونا باش نكملوا هذوك اكيد حيجي لنا لي شاك تروا ماتش شاك تروا جور ماتش، حنا ان شاء الله نحضروا انا موالفين به، حنا كنا نلعبوا كوب دافي كانت عندنا هذه السلسله تاع المباريات، نحاولوا نركزوا على الجانب الاسترجاع ان شاء الله، وان شاء الله الجروب ثاني كامل يكون واجد ميم كي يكونوا نقائص والله كانت تعويضات ان شاء الله. الانصار ان شاء الله نحاولوا ان شاء الله نفرحوهم و ان شاء الله نجيبوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله هذا الماتش تاع المولوديه ونريحوا في الرياضه ان شاء الله.